دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولتنا الاخباريه اليوميه. السودان اليوم، اليوم 22 من نوفمبر هو اليوم التالي لتوقيع حمدوك على وثيقة الاتفاق السياسي مع عبد الفتاح البرهان قائد الجيش. أثار التوقيع على هذه الوثيقة ردود فعل واسعة عما الإحباط وخيبة الأمل، وهذا ما سنستعرضه اليوم ضمن جولتنا الإخبارية، حيث نتحدث إلى أحد أعضاء تجمع المهنيين بكسلة، ونتحدث أيضا لناشطة من لجان المقاومة بالخرطوم، كما ستكون لدينا جولة عبر السوشيال ميديا حول ردود الفعل. هذا إضافة لموجز الأخبار والتعليق على الأخبار واستعراض أهم أحداث هذا اليوم. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. نستهل بنشرة الأهم وآخر الأخبار والزميل أمين رمضان. وزراء الحرية والتغيير يتقدمون باستقالاتهم لرئيس الوزراء ويتبرؤون من الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك. السلطات تفرج عن الدقير والسنهوري وعرمان وصديق الصادق، وعشرات السياسيين والناشطين ما زالوا رهن الاعتقال. لجان المقاومة ترفض اتفاق البرهان حمدوك وتعلن عن مليونية يوم 25 نوفمبر بمناسبة مرور شهر على الانقلاب. قطاعات مهنية وطورية تنظم وقفات احتجاجية في الخرطوم والولايات رفضا للانقلاب العسكري والاتفاق السياسي. الحزب الشيوعي اتفاق البرهان حمدوك خيانة للشعب واستسلام كامل للانقلاب العسكري. واشنطن ترحب بالاتفاق بين حمدوك والبرهان وتطالب القوات الأمنية بعدم استعمال القوة في مواجهة المتظاهرين السلميين. رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس يقول العالم يراقب وسوف يحمل السلطات العسكرية والمدنية مسؤولية أفعالهم. الترويكا والاتحاد الأوروبي وسويسرا وكندا ترحب باتفاق البرهان حمدوك وتدين قتل المتظاهرين والانتهاكات ضد العاملين في الحقل الطبي والصحفيين، وترحيب عربي وأفريقي باتفاق البرهان حمدوك. حمدوك يعلن الالتزام بالمسار الديمقراطي والحفاظ على حرية التعبير والتجمع السلمي وانفتاح أكبر على العالم. حمدوك يؤكد المضي في سياسات الإصلاح الاقتصادي وفتح أبواب الاستثمار في السودان، ويشير إلى استمرار التواصل مع مؤسسات التمويل العالمي. حميتي يمنح منسوبي الشرطة حافز مرتب شهر تقديرا لدورهم في حفظ الأمن. مكتب الأطباء الموحد يرصد عددا كبيرا من انتهاكات القوات العسكرية للحقل الطبي، من اقتحام للمستشفيات وإطلاق الغاز المسيل للدموع ومنع المصابين من الوصول إليها. قتلى وجرحى في اشتباكات قبلية في منطقة غر الزاوية بولاية شمال دارفور وتوتر في الأوضاع. 21 قتيلا وأكثر من 20 جريحا في اشتباكات قبلية في منطقة جبل مون بولاية غرب دارفور ونزوح الآلاف إلى تشاد. ولاية شمال كردفان تعلن تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول الاشتباكات القبلية في محليتي غرب بارا وسودري التي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى. شكرا أمين. استكمالا لهذا الموجز، الزميل الصحفي جعفر السبكي يستعرض لنا ويلخص أهم الأخبار لهذا اليوم حتى الآن. الأوضاع لا تزال مشحونة بعد الاتفاق الذي تم بين قائد الجيش البرهان ودكتور عبد الله حمدوك. فمنذ إعلان البيان كان هنالك مظاهرات عارمة في الشوارع، وهنالك رفض واسع من قبل الشارع، وهناك فئة قليلة مؤيدة وهم حزب مبارك الفاضل والحرية والتغيير جناح القصر اللي بيضم أركو مني مناوي وعقار ودكتور جبريل وبعض أحزاب مشاركة في جناح القصر. اليوم تقريبا هنالك فتح لشارع السيد عبد الرحمن مجددا إمام حركة المرور، لكن هناك أيضا القوات المسلحة قامت بإغلاق بعض شوارع وسط الخرطوم بكتل أسمنتية حسبا لأي طارئ. الناس بيروا أنه هذا الاتفاق الذي وقع يوم الأحد بين البرهان ودكتور عبد الله حمدوك أنه أعطى الشرعية للانقلاب العسكري، وأن حمدوك بهذا الشرعية يؤكد أنه هو أيضا اعترف بنفسه بالانقلاب. أما البعض بيروا أنه الشارع قادر على تحديد مساره، وإن حقن الدماء لا يتم بالتنازل عن الحقوق التي هدرت،
كلنا لاحظنا انه بعد الاعلان الاتفاق كان هنالك ردة فعل عنيف جدا جدا في الشارع. ايضا البعض اتهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بانه شريك في التسوية اللي جرى، وهنالك ايضا البعض يرى انه التسوية مع العسكر مرفوض، وانه الدكتور عبد الله حمدوك كان مسنود من قبل الجماهير اللي كانت بتهتف باسمه، وبيقول انه دكتور حمدوك الان هو خان الشعب السوداني وخان الشهداء، والبعض يرى انه حمدوك انتحر سياسيا. ودعا العديد من لجان المقاومة بعض الاحزاب السياسية الرافضة للاتفاق بضرورة رفضه، واعلن قوى الحرية والتغيير انه بصدد تسيير مليونية يوم الخميس المقبل. وهنالك بيانات رافضة لهذا الاتفاق، وهنالك رفض واسع ايضا من قبل احزاب سياسيه ومنظمات المجتمع المدني والنشطاء ولجان المقاومه. مثلا عندنا مبادره اساتذه جامعه الخرطوم اصدروا بيان ان المبادره كانت بتراقب مجريات الاحداث بعد الانقلاب على الوثيقه الدستوريه لقطع الطريق للتحول الديمقراطي، واعلنت المبادره رفضها التام للاتفاق السياسي بين البرهان وبين العسكر ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، باعتباره انه الاتفاق ليس له سند ولا اطار دستوري، بل انه قنن للعمليه الانقلابيه واسس لما كان بيطالب به المكون العسكري. واعلنت المبادره دعمها للحراك النضالي. ايضا هنالك الجامعات السودانيه، حوالي 12 من رؤساء المجالس الجامعات السودانية الحكومية أعلنوا أيضا رفضهم للاتفاق، وأعلنوا انحيازهم لموقف الشارع تصعيد النضال السلمي ضد المجلس الانقلابي حتى يتم تسليم السلطة لحكومة مدنية. أيضا هناك عدد من الحركات المسلحة أيضا رافضة للاتفاق، منهم حركة عبد الواحد محمد نور وعدد من الأحزاب السياسية رافضين لهذا الاتفاق. وبعتقد أنه الاتفاق اللي تم بين البرهان ودكتور عبد الله حمدوك، هذا الاتفاق انه سبق وان نشر، وهو اتفاق مقدم من الامين العام للامم المتحده انتوني غوتيريش، واعتقد انه الاتفاق اذا التزم به الجيش ودكتور عبد الله حمدوك يكون افيد حتى يتجنب البلاد المشاكل والقتل. ونامل انه يخرج رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ويشرح في مؤتمر صحفي هذا الاتفاق، لأن هنالك مؤيد وهناك معارض لهذا الاتفاق. وأعتقد إنه الفترة الانتقالية الآن باتت مهددة أكثر في ظل هذه المعطيات، وإذا الشارع سار بنفس هذه الوتيرة سيعقد الأمر التنفيذ الاتفاق على سيد رئيس الوزراء في تنفيذ مهامه. أيضا هنالك ترحيب دولي من الجامعة العربية وجمهورية مصر العربية والأمارات والاتحاد الأفريقي ودول الترويكا والولايات المتحدة الأمريكية. أيضا غرد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن رحب بالاتفاق وبعودة حمدوك، وطالب برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وشدد على ضرورة التنسيق بين المكونين المدني والعسكري. أيضا من الأشياء الملفتة بعد الاتفاق، قام السفير الأمريكي بالخرطوم بزيارة لأسرة الشهيدة ست النفور، وقدم تعازيه للأسرة واستمع لوالد الشهيدة. حدث أنه الشهيدة ست النفور كانت أحد كنداكات لجان المقاومة. أيضا داخليا هنالك مصادر أشارت إلى أنه تم إطلاق عدد من المعتقلين من بينهم ياسر سعيد عرمان حركة شعبية ورئيس المؤتمر السوداني عمر الدقير والأستاذ الصادق الصديق الصادق المهدي ورئيس حزب البعث علي السنهوري. وهنالك إجراءات لإطلاق سراح كل من محمد ناجي الأصم ونور الدين صلاح الدين من المؤتمر السوداني والأستاذ فيصل محمد صالح والصحفي فايز السليك وطه عثمان وشريف عثمان وإسماعيل التاج. وحسب الإحصائيات الموجودة أن هنالك أكثر من 400 معتقل بكل ولايات السودان. كما ذكر الرئيس الوزراء أنه الأهم بنود الاتفاق هو إطلاق سراح كل المعتقلين، ونعمل أن يتم إطلاق سراح كل المعتقلين. أيضا حمدوك اليوم باشر مهامه، تحدث لرويترز أنهم ملتزمين بالمسار الديمقراطي والحفاظ على حرية التعبير والتجمع السلمي وانفتاح أكبر على العالم. ايضا من الملفت ان قائد قوات الدعم السريع حميتي اللي ظل صامتا طيلة فترة الانقلاب غرد على الفيسبوك انه وذكر انه الاتفاق يعبر عن مبادئ واهداف الثورة،
وأكد استعداده للعمل مع دكتور عبد الله حمدوك لتحقيق أهداف الثورة، حرية وسلام وعدالة، ودعا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم لحكومة حمدوك. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو. ما زلتم تواصلون الاستماع لراديو دبنجا. القوى السياسية وتجمع المهنيين يصفون اتفاق حمدوك البرهان بأنه اتفاق الخيانة. هذا ما قاله الأستاذ هيثم عيسى من تجمع المهنيين بكسلة. نتابع معه تلخيصه لردود الفعل على هذا الاتفاق. الحصل من الاتفاق السياسي اللي وقع أمس بين السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك وعبد الفتاح البرهان، يرى الشارع إنه هو اتفاق، أو الشارع منقسم إلى حد ما بين مؤيد أو متحفظ ورافض. مجموعة القوى السياسية عموما بصورة كبيرة هي مختلفة حول الاتفاق، ووصفت هذا الاتفاق بأنه اتفاق الخيانة للثورة السودانية بما فيهم تجمع المهنيين السودانيين. وصف هذا الاتفاق الخيانة. هناك مجموعة كبيرة من المواطنين ترى في اتفق تماما فيما ذهبت إليه القوى السياسية وتجمع المهنيين، لأن هذا الاتفاق هو نقص عن أهداف وتطلعات الثورة السودانية. وضع حمدوك يده في يد العسكر الانقلابيين وخائني الثورة السودانية، وذلك يجعل أو يضع نهاية سياسية، أو كما سمته بعض القوى السياسية بأنه انتحار سياسي لسيد عبد الله حمدوك. ولجان المقاومة التي خرجت كانت أصلا موعودة، كانت على وعد بالخروج في مظاهرة مليونية 21 نوفمبر تأييدا لحمدوك ودعوة لإقامة الحكم المدني وتحقيق أشراط الثورة السودانية واستكمال هياكل الحكم وما إلى ذلك، ورافضة للانقلاب في 21 نوفمبر. فجاء هذا الاتفاق الذي عبر عنه مباشرة وهي تخرج في تلك المطالب، عبر عنه بالرفض الكامل. وحصلت تظاهرات في كسلة امتدت استمرت لغرابة الخمس ساعات أو ست ساعات، انتهت بالتفريغ بالبومبان والقوة العنيفة من الشرطة. وكانت هذه التظاهرات في مجملها تطالب بذات المطالب التي خرجت من أجلها، وهي إقامة الدولة الحكم المدني وتسليم السلطة للمدنيين وتدين الانقلاب. والشارع عموما في السودان هو منقسم الآن إلى حد بعيد، فأغلب ما أعرفه أن كل لجان المقاومة في السودان هي الآن ضد الانقلاب، مع الدعوات المستمرة للتظاهر وصولا إلى تحقيق الحكم المدني في الدولة السودانية. وهناك العديد من التساؤلات عن من هو الواقف، من يقف خلف هذا الاتفاق، ولكن الظاهر في الأمر أن قوى داخلية وخارجية هي من يقف خلف هذا الاتفاق. وقد رأينا في طيلة عمر الانقلاب الوفود التي دارت السودان كثيرة جدا، الوفد الأمريكي، الاتحاد الأوروبي، جامعة الدول العربية، الاتحاد الإفريقي والعديد. وكما كانت هناك العديد من المبادرات من داخل السودان، المبادرات السودانية، وهذا ما يلوح في الأفق أن تأثير المبادرات الداخلية هو ما أفضى إلى هذا الاتفاق. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. وننتقل أعزائي إلى السوشيال ميديا والزميل محمد عبد الله. محمد مساء الخير. مساء النور إبراهيم. ماذا لديك اليوم؟ طيب، طرحنا عبر صفحة راديو دبنجا في فيسبوك استطلاع للرأي حول رأي المتابعين الصفحة بشأن الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه بين البرهان وحمدوك. الناس قالوا شنو؟ معظم الآراء كانت ماشية على وين؟ كان هناك عدد كبير من التعليقات، أكثر من أو نحو 300 تعليق. الاتجاه الغالب في التعليقات كان رافض للاتفاق، ومعظم التعليقات كانت ترفض وبغضب. يعني يمكن نقرأ بعض التعليقات الرافضة والغاضبة. المصري عيسى بيقول خيانة لثورة الشعب السوداني، ونور الدين الكارب بيقول هذا الاتفاق لا يدل إلا على استكانة حمدوك للعسكر، وإسحاق أحمد بيقول اتفاق غير ملزم لثورة ديسمبر المجيدة، ملزم للذين وقعوه فقط، مطلب الشارع واحد،
إسقاط الإنقلاب. وعاصم بجاوي يقول اتفاق مخزي، حمدوك دائما ما يتجاهل سنده الثوري ويرضخ للجنة الأمنية ويعيدنا خطوات للوراء بدلا من التقدم للأمام. حمدوك رجل مهني وليس سياسي، بهذه الاتفاقية سيضيع دماء الشهداء. وأيضا حسن حسب الله محمود بيقول اتفاق غير ملزم بالنسبة لنا كثوار، وسنسقط الانقلاب العسكري حتى نحقق دولة الديمقراطية الحقيقية. مازاك بيقول حتى لو وافق حمدوك لا شراكة لا تفاوض، مدنية كاملة. نعم. طيب يا محمد عبد الله، يعني ملاحظ انه حمدوك وكانه بين ليله واخرى يعني فقد كل البريق وكل الشعبيه بتاعته اللي بيستمتع بها. فهل في ناس حتى من الناس زي ما بيقولوا مسيح تصام القصر والحاضنه الجديده، يعني في ناس مبسوطين من توقيع الاتفاق مثلا؟ ايضا هنالك عدد كبير او عدد من التعليقات اللي هي مؤيده او مؤيده بحذر للاتفاق. أسامة السويدي مثلا بيقول يمكن يكون أنسب حل لفك هذا الزخم وحالة الفوضى التي تمر بها البلاد، لأن الحكمة تتطلب مرات التريث وتقديم بعض التنازلات حتى استعادتها في وقت لاحق، كان الله في عون البلاد. وشيكو عربي ده مش اتجاه تاني، قال أعتقد هنالك صفقة تمت لصالح الدول المستفيدة من خيرات السودان وحماية القتلة والمرتزقة، وبهذا الاتفاق تم تأييد الانقلاب بنجاح بتفوق العسكر. ومن التعليقات أيضا التي يمكن أن نعتبرها إيجابية أو مؤيدة للاتفاق بيقول عبد الرحمن محمد بيقول الأزمة اللي حصلت كان لابد من توافق واتفاق وتقديم تنازلات بين المكونات المتصارعة حقنا للدماء من باب جلب المصالح ودرء المفاسد. والحاج أحمد عبد الله بيقول كل اتفاق يؤدي إلى حقن دماء الشعب السوداني نرحب به، خاصة نحن في مناطق الهامش الذين لا حول لنا ولا قوة. أما ياسين البدوي بيقول حمدوك ليس بخاين، ما عارفين ظروفه شنو، احتمال في ضغوط غير معلومة وغير طبيعية كانت حاصلة، لكن عارفين نحن الشارع عايز شنو. أيضا سعد العجب بيقول هو نفس الاتفاق بس دير انقلابيين والعسكر ما منهم امان، لكن حمدوك اتفق معهم حقنا للدماء. يعني ملاحظ انه هنالك ايضا تعليقات تنحو تحاول ان تبحث في يعني في كنه الاتفاقيه او اسباب ومبررات حمدوك لتوقيع الاتفاق. مثلا لقمان نصر الله استشهد بكلام والد الشهيد عبد الرحمن سمل عقب توقيع الوثيقة الدستورية، وقال لو خيروني فإنه لا ضير عندي أن أذهب إلى القاتل في تمام حزني ووجعي لأضمن أن يتوقف القتل في هذه البلاد من أقصاها إلى أقصاها. يا محمد عبد الله، يعني أنا لاحظت برضو بمناسبة أنه يعني ما في حد عارف الظروف اللي تعرض لها حمدوك في الفترة الفاتت، ففي ناس بيتكلموا يعني في ناحية بتاعت نظرية إنه ربما يكون حقنوه بمادة مخدرة أو يعني مادة تقوم تسلب الشخص إرادته. فهل صادفت يعني عموما في السوشيال ميديا في انتشار مثل هذه النظريات؟ نعم، هنالك أحد التعليقات بيقول إنه يعني شكله ما كان طبيعي ووشه فيه يعني حاجات كده ما مفهومة، يعني بيحاول يشير لإنه في حاجة ما طبيعية حصلت له. ممكن ده واحد من التعليقات، لكن برضو نقرأ تعليقات إضافية. نعم. أبو بكر السير محمد التوم بيقول لن أثور ضد رجل لم يقتل ولم يسرق ولم يشرد، لن أثور ضد الرجل الذي ضحى بمناصبه من أجل رفعة وطني. أما بلو لومومبا وهو اسم مستعار بالتأكيد بيقول الاتفاق مع الانقلابيين يعتبر خيانة لدماء الشهداء، لذلك لابد علينا كشعب أن نملأ الأرض ضجيجا حتى إسقاط هذه الشراكة. أما أبو مروان الأموي فبيقول اتفاق جيد وعقلاني ويؤدي إلى تحول حقيقي ويقضي على طموح العسكريين في الحكم وعلى القوى السياسية دعم الاتفاق. أحمد البلة بيقول يتصافح القادة واتفقاء، وماذا حل بدموع قد زرفت من أم قد فقدت ولدها.
زميلي محمد عبد الله، شكرا لك على حضورك للاستوديو وعلى استعراض حصيلة السوشيال ميديا. شكرا جزيلا. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو. ما زلتم متواصلين الاستماع لراديو دبنجا وجولة السودان اليوم الإخبارية. مواصلة لردود الفعل على اتفاق حمدوك البرهان أو التوقيع على الوثيقة السياسية، نبقى الدقائق التالية مع ناشطة شاهيناز جمال التي سألناها في البداية عن إحساسها الشخصي وهي تشاهد عملية التوقيع على الوثيقة. إحساسي الشخصي هو طبعا نابع من الإحساس بتاع الناس العامة، وهو يشبه إحساس الجماهير ذاته، يعني الإحساس عام بالمناسبة. الإحساس هنا خالص ما شخصي، ولقيناه في بيانات لجان المقاومة كلها، طلعت بيانات طبعا زي ما أنت شفت من الواضح. لكن أنا حقوم أحكي لك مواقف أنا شفتها وشاهدتها بأم عيني كويس، اللي هو الموقف العام اللي إنه هو أي محاولة كانت لشرعنة الإنقلاب ما بتعني الجماهير فيه، في مش ما بتعنيني أنا شاهيناز، لا ما بتعني الجماهير، والشارع والعمل الجماهيري حيستمر وما حيجيب، وهو فعلا استمر. نحن مبارح خرجنا ملايين وما عارف الحاجة دي حتى ما مصورة بالحجم الكبير، يعني من أكبر المواكب اللي كان بعد الإنقلاب هو الموكب اللي مبارح اللي هو جاء بعد الموقف بتاع حمدوك وبعد الاتفاق السياسي وبعد ما الناس سمعت إنه حمدوك الآن قاعد يوقع في اتفاق. بعد كده الناس ما وقفت وكان في الشوارع الساعة واحدة تماما بتوقيت الثورة في جاكسون بدأ الموكب. الموكب لما وصل شارع القصر وبدأ يضربوا فينا، نهاية الموكب كان في جاكسون. كل الناس دي كان موقفها واحد وثابت. الناس اللي كانوا شايلين حتى يعني لافتات فيها صور بتاعت حمدوك وفيها يعني شكرا حمدوك وكده، طوالي مسحوا كلمة شكرا وكتبوا الخاين حمدوك. الشعب السوداني شعب واعي تماما وفاهم تماما هو بيعمل في شنو، والثورة اللي احنا حسي قاعد نعمل فيها ده ما ترف، ده امتداد لشهداء ولدماء ولشهيدات ولمسيرة طويلة بتاع ثورة ديسمبر، زي ما كلنا شاهدين على المسيرة الطويلة بتاع ثورة ديسمبر. وثورة ديسمبر هي ثورة حرفيا مباركة، لأنه هي يوميا أي زول يعني ما لي جانب الثورة أو ما في صف الثورة قاعد تلفظ فيه. وبس السؤال كان إنه حمدوك ليه صمت على نفس الاتفاق اللي حيجي يوافق عليه بعد، يعني ده نفس الاتفاق بتاع 25 ما تغير فيه حاجة، غير إن حسي هو قاعد يورط في نفسه وقاعد يثبت لنا نحن إنه هو شريك في الدماء. وما في تبرير، يعني التبرير اللي قاعد يتقال إنه هو ذكي أكثر من ما ينبغي، هو فاهم هو بيعمل في شنو هو شنو، لا لا لا، حمدوك ده بالنسبة لنا هو شخصية توافقية من البداية، شخصية ما ثورية أصلا، شخصية هي زول للمجتمع الدولي اللي هو المجتمع الدولي، عارفين المجتمع الدولي بيمشي كيف والتسويات بتاعت المجتمع الدولي وكده، فما هو زول، هو زول أصلا، هو زول الخواجهات، يعني حمدوك ده ما زولنا أصلا، لا شفناه قبل كده أصلا في شوارع، لا شفناه في مظاهرات، لا شفناه في أي حاجة لحد ما جرى رئيس وزراء. الناس أصلا هو ما كان قاعد في داخل ذاته زول منظمات يعني. وفي اليوم الأول ومع توقيع الإعلان الإنقلابي ذاته ارتقى الشهيد يوسف عبد الحميد بإصابة مباشرة في الرأس، ونحن واجهنا بالمناسبة مبارح نفس عنف الدولة اللي قاعد نواجه فيه في السنتين الفاتوا، والقاعد نواجه فيه تحديدا بزيادة وبكثافة من يوم 25 أكتوبر. واجهنا العنف بتاع الدولة ده، ونحن لما قلنا بنرفض عنف الدولة مش بنرفض عنف الدولة إنه الدولة حتحسن من أداء، بالضرورة الدولة دي ما حتحسن من أداء، نحن بنرفض الدولة المعنفة دي وبنرفض آلة القتل اللي قاعد تحصل في الثوار والسائرات. معناته نحن قاعد نرفض الدولة دي، عشان كده رفعنا شعار واضح تماما، لا تفاوض، لا شرعية، لا مساومة. مش لو حمدوك، لو أي زول، نحن ما حنخضع على الإطلاق، والشوارع دي أصلا يعني ما حنستكين إلا بإنه نحن نصل لسلطة مدنية خاصة، يعني ما سلطة بين ولا فيها شراكة مع القتلة. نحن زمان كان عندنا موقف من الشراكة دي وما في زول سمع صوتنا، حتى حاليا الشراكة دي تثبت يوميا إنها هي كان شراكة ما ناجحة وما موفقة. عشان كده نحن قاعدين نرفض الشكل الحسي ده، وبنرفض تماما الموقف من حمدوك، وما حندافع عن حمدوك. حمدوك شخص وفرد بيسهبوا الأشخاص، لكن الثورة بتكون مستمرة وحتستمر. طيب أستاذ شاهيناز جمال، يعني في ناس دعوات كثيرة في السوشيال ميديا، الناس يقولوا لكم يا أخواننا ألعبوا سياسة، حمدوك ده ما تخلي العسكر يستفردوا به، بعد ذاك يعني ممكن تخلصوا منه ويدعوه وكده ويسووا الحاجة اللي هم عايزينها. ف يعني قالوا الحصيلة في يد الناس هسي ما كعبه، ممكن اذا يعني حمدوك اجتهد ممكن يعني يحقق برضو الكثير. ال- 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 النداءات زي دي شايفها يعني عقلانيه ولا والله فيه؟ والله هي ما عقلانيه، انا اقول لك كلام. هو حمدوك طبعا اصلا ده تبرير اخلاقي للسلوك ما اخلاقي، الجامبيه هو حمدوك اتجاهنا نحن كلنا الثوار والسائرات في الشوارع سلوك ما اخلاقي، نحن كنا مستنيين منه موقف غير،
وحمدوك ده بالمناسبة اكتسب شرعية. حمدوك ده ما عنده القبول الخرافي بدليل انه الناس اصلا كانت بتصلح في الشوارع في الفترة اللي كان حمدوك فيها مسيطر على الحكم يعني, او اقصد في الفترة اللي كان فيها هو رئيس وزراء, لانه اصلا عمره ما كان مسيطر, مسيطرين العساكر من ما يعني من حتى في ظل الحكومة الانتقالية دي. فحمدوك حتى في الفترة دي ما كان عنده وجود شعبي وجماهيري, نحن ما نكذب الوجود الشعبي والجماهيري اكتسبه في اللحظة اللي هو رفض فيها الانقلاب بتاع 25 اكتوبر. لكن والموضوع ده كان خلال 3 أسابيع, يعني حمدوك أصبح بطل في نظر البعض. لكن المسألة كلها كان مرتبطة بموقفه من الانقلاب, وحسب بعد ما موقفه الجلي الواضح اللي مبارح كان موقفه من الانقلاب ده, وإنه هو في النهاية تحت القيادة بتاعت الجيش وحيعمل يعني زي حكومة بتاعت تصريف أعمال, وهو بالعكس يعني حتى ده تراجع, نحن بنشوفه تراجع حتى من الحكومة المدنية اللي كانت شراكة. حسب هو الموضوع ما شراكة ذاته, الموضوع إنه في انقلاب عسكري, حمدوك رئيس وزراء في الانقلاب العسكري ده, فده شكل تاني مختلف ومغاير, وكمان يعني المشهد السياسي بقى أكثر تعقيد. فالشعب السوداني شعبي واضح ومواقفه واضحة من القصة بتاعت الشراكة. نعم طيب حمدوك, طيب برضو سؤال تاني, ما قاعد يخفف الضغط ولا يعني حسي حمدوك موقف حمدوك ده ما موقف منحاز للجماهير ولا أي حاجة, موقف الجماهير كان واضح. وبالمناسبة الحاجة اللي قاعد تطلع يعني للخارج وكده ما بين مقدار الثورة هنا, أنا قاعدة أتابع السوشيال ميديا وقاعدة أتابع الإعلام, الثورة هنا على الأرض ثورة كبيرة جدا يا إبراهيم, الناس ما شايفاها, أن نحن بنطلع حقيقي والله العظيم نحن بنطلع في الشوارع ملايين, المسألة دي ما قاعد تتعكس, نحن الأحياء دي كلها بتطلع, الشوارع كلها بتطلع, المناطق كلها بتطلع, المدن قاعد تطلع, يعني الحاجة دي حاجة كبيرة جدا. وحتى الموقف ده ما يتبدل, يعني الناس اللي قاعد تفتكر إنه حمدوك قسم الشارع, حمدوك ما قسم الشارع, لانه الناس ما بترتهن بذاته, ما موقف عقلاني, ونحن ما بنرتهن في النهايه, ده خنوع, في فرق بين العقلانيه وبين الخنوع, ده موقف خانع بالنسبه لنا, وموقف حمدوك موقف واضح وما عنده اي مبرر اخلاقي للحاجه اللي هو عملها. نعم طيب. مبررات بتخصه هو, بتخص المجتمع الدولي وما بتعنينا التسويات دي في شيء. ايوه طيب سؤال سريع اخير, يعني لو ملاحظه بعد الاتفاق طوالي يعني امريكا اليونيتامز الاتحاد أيوة. الافريقي يعني كلها خلاص يعني افترضت انه ده حل يعني فهل الحاجه دي يعني بتعقد الوضع اكثر وبتجعل مهمه الثوره اصعب مثلا؟ لا لا على الاطلاق, ما قاعد تعطل, هو نحن متين ارتهنا لمجتمع دولي, نحن نتكلم بمنطق, نحن ما حصل ارتهنا المجتمع الدولي دي, نحن لما نحن بدينا ثورة ديسمبر هل كان في مجتمع دولي واقف معانا؟ ما نحن كنا قاعد نقتل ونذبح في الشوارع, ما كان في مجتمع دولي, والزمن ذاك ما كان في حمدوك, انا بتكلم عن ديسمبر 2018 وبتكلم عن 2013, بتكلم عن الثورة السودانية عموما, المجتمع الدولي ده ما كان موجود اصلا في الخارطة السياسية السودانية, المجتمع الدولي ده دخل حديثا. الأهم والناس المفروض تعاين وتنظر, تنظر للجماهير وللشوارع مش تنظر للمجتمع الدولي, في النهاية ما في حلول ممكن تتجاوز الجماهير وتتجاوز إرادة الجماهير وعزيمة الجماهير يا أستاذ إبراهيم, ما في على الإطلاق لا مجتمع دولي ولا غيره. ولا نحن الفترة اللي فاتت لما بنطلع في الشوارع ما قعدنا في بيوتنا وقلنا خلاص نحن عاوزين المجتمع الدولي يحل لنا الأزمة الحاصلة دي, بدليل إنه الناس من 25 أكتوبر جماهير الشعب السوداني كلها أو معظمها في الشوارع ما قاعدة في بيوتها وما انتظرت حلول من المجتمع الدولي, ونحن ما بنستنى حلول من المجتمع الدولي, الحلول بتصنع الإرادة السودانية والشعبية الخالصة, ما بتصنع علينا مجتمعات دولية. نعم مجتمع دولي ولا نعم. إقليمي. الأستاذة الناشطة شاهناز جمال كنت ضيفتنا في جولتنا الإخبارية اليومية السودان اليوم, شكرا لك كثير. الله يخليك, تسلم, الله يبارك فيك, العفو. بهذا نصل لختام الفترة الإخبارية سودان اليوم, قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا, حتى لقاء جديد, لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل وإلى اللقاء. بتكون مشتاق مسكين الشوق, لو زي شوقك اسمع بي حال ولا تسأل يا سيدنا ولا تفكر توصل, بتكون مشتاق
كل مشتاق مشتاق